الشغل الشاغل بالنسبه لنا مباراه الاهلي وصن داونز، متابعه مستمره لاستعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه، كل التفاصيل الدقيقه بنحاول دايما نطمن جمهور النادي الاهلي. وبالمناسبه يعني يا جماعه، ده دور قناه الاهلي دايما ان هي تطمن جمهورها. قناه الاهلي لازم تنقل الخبر بشكل صحيح، قناه الاهلي لازم تعرف الناس وجمهور النادي الاهلي تحديدا اخر التطورات واخر التفاصيل الخاصه بالفريق، خصوصا قبل مباريات مهمه زي دي. موضوع بقى اصل ممكن اخبي عشان الفريق المنافس، وكمان ده كلام قديم قوي، ده كان من زمان يعني من واحنا صغيرين، مفيش كده دلوقتي. الناس كلها العالم مفتوح للناس كلها، الكل يقدر يعرف اخبار اي فريق في الدنيا يعني. وبالمناسبه كمان عايز اقول لحضراتكم، بخلاف قناه الاهلي في بعض الصحفيين هناك اللي بيجتهدوا بيحاولوا ان هم يكتبوا اخبار تخص الصحف بتاعتهم، يتكلموا بخصوص جاهزيه لعيب عدم جاهزيه الاخر كلام من ده. وايضا بالمناسبه عايز اقول لحضراتكم على حاجه، في ظل جاهزيه اللاعبين على مدار عدد كبير جدا من المباريات بنلاقي دايما مفاجات في تشكيل النادي الاهلي من قبل مستر ريني فايلر. فالموضوع يعني مش مشكله كبيره او مش قصه البعض بيتكلم فيها بشكل كبير جدا. في تصريحات بتبقى من الفريق المنافس، تصريحات بتشتغل على الجانب النفسي تحديدا، بتشتغل على الاستعدادات الخاصه بالفريق المنافس ازاي اثر عليه، اصل انا عرفت مش عارف مين جاهز ومين مش جاهز وكلام من ده. الكل جاهز يا جماعه، كل لعيبه النادي الاهلي جاهزين. الافضل والمدير الفني اللي هيقدر يشتغل تكتيكيا وخططيا صح هو اللي هيكسب، الفريق الاجهز هو اللي هيكسب. الموضوع مش متعلق مين قال ان فلان جاهز ومين قال فلان مش جاهز، يعني ما تشغلوش نفسكم بالكلام ده. مش عايزين ننشغل اطلاقا من تصريحات مسؤولي فريق صن داونز، التركيز كله منصب بالنسبه للنادي الاهلي على المواجهه اللي جايه، مواجهه الفريق مع صن داونز وكيفيه التعامل مع هذا الفريق. جهاز فني اللاعبين كلهم جاهزين، والكل باذن الله هيقدر يفرح جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه.